تعيش الهدنة اليمنية الهشة بعد تمديد ثالث أعلن عنه في الثاني من شهر آب لمدة شهرين حالة من الركود والتعثر في أحد ملفاتها الأساسية، وهو فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات، وهو البندو الذي يقع تطبيقه على عاتق ميليشيا الحوثي التي تفرض حصارا على المدينة منذ 6 سنوات. هذا التعثر بتطبيق بنود الهدنة يستمر على الرغم من أن موافقة الأطراف اليمنية على تمديدها كان بناء على الالتزام بتطبيق هذه البنود، بالإضافة للتفاوض على اتفاق هدنة موسع جديد. وفي مؤشر إضافي على تعثر تطبيق الهدنة، أعلنت الحكومة الشرعية تعليق مشاركتها في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان. جاء ذلك بعد أن اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بشن هجوم عسكري واسع استمر منذ مساء الأحد حتى فجر الاثنين على مواقع للجيش في منطقة الضباب غرب مدينة تعز. وردا على هذا الهجوم، علقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في محادثات عمان. وعلى الرغم من حالة الصمود التي بدت عليها الهدنة الهشة خلال الأشهر الخمسة الماضية، خصوصا من ناحية استمرار وقف إطلاق النار، إلا أن التأهب العسكري لدى ميليشيا الحوثي تصاعد خلال الأسابيع الماضية بشكل لافت، في الوقت الذي تراوح فيه جهود الأمم المتحدة مكانها لناحية تحقيق اختراق في ملفات التفاوض الأخرى بمساندة واشنطن التي تتحرك دبلوماسيتها في المنطقة للمهمة ذاتها. وفي الوقت الذي تستعرض فيه ميليشيا الحوثي قوتها العسكرية في مناطق سيطرتها وتواصل التجهيز القتالي والتجنيد والتحشيد العسكري، يشهد معسكر الحكومة الشرعية استمرار حالة الانقسام والصراع اللذين وصلا مؤخرا إلى حد الاقتتال في محافظة شبوة جنوبي البلاد. ويعكس هذا المشهد التعقيدات أمام محاولة استغلال الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للحرب في اليمن.